أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين بشكل كامل مع إجراء بعض التعديلات عليه بعد مداولات نيابية استمرت على مدار 3 جلسات. ومن أبرز التعديلات التي نص القانون الجديد عليها رفع مدة التدريب لحملة شهادة الدبلوم إلى 3 أعوام بعد أن كانت 2. وحظر حاملي شهادة الثانوية العامة التوجيهي من العمل في مجال الصحافة باستثناء كل من عمل 8 سنوات في الإعلام خلال الفترة السابقة على أن يثبت ذلك. ونص القانون أيضاً على أن تتولى الهيئة العامة لنقابة الصحفيين صلاحيات انتخاب النقيب ونائبه ومجلس النقابة وكافة الأمور التي ترفع من المجلس وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. وتتألف الهيئة العامة حسب القانون من مجموعة الأعضاء الذين سددوا الرسوم والاشتراكات السنوية للنقابة وأي التزامات مالية مترتبة عليهم. عقوبات تتمثل بالتنبيه والإنذار أو المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وشطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين أو المتدربين ومنعه نهائياً من ممارسة المهنة إذ أخل بواجبات المهنة أو خالف ميثاق الشرف الصحفي أو قصر في أداء واجباته المهنية أو أقدم على عمل أو تصرف ينال من شرف المهنة. تعديلات جوهرية أجريت على قانون نقابة الصحفيين ليصبح بشكل عصري ويتماشى مع الظروف الجديدة الناشئة على بنية الصحافة والإعلام ليشمل المواقع الألكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتفاعلي والقنوات التلفزيونية الخاصة والعديد من العاملين بها. أنت ما رح تعرف تقدر تجاوبهم عليها، فرجاء الحار إحنا ما بدنا نصير بمعترك إنه أنا بعرف وغيري ما بيعرف. إحنا ما عم نحكي عن مالك ككل جزئية في المالك، جلسة اليوم اقتصرت على إقرار مشروع القانون المعدل لنقابة الصحفيين رغم العديد من المذكرات النيابية التي قدمت من قبل النواب لرئيس الجلسة بإعادة فتح مواد اختلفوا حولها أثناء نقاش القانون، لكنها جميعها قوبلت بالرفض مما أثار استياء عدد من النواب. جورج برهم، رؤيا.